السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي دايرين يعني التكوين المهني وإنعاش الشغل، هنا غادي نهضر على الناس اللي دايرين فقط التكوين المهني وإنعاش الشغل، يعني ما دافعينش للجامعة، سواء الناس اللي عندهم النيفو باك أو اللي عندهم الباك وما دافعينش للجامعة، يعني فقط مقتصرين على لايف بي بي تي. بالنسبة يعني لهذا لي ديبلوم اللي دفعتو، سواء تخصص او كاليفي او تكنيسيان او تكنيسيان سبيسياليزي، بالنسبه للتخصص كننصحكم انكم تكملوا الكاليفي سامارش، وبالنسبه للناس تاع التكنيسيان يعني دوما كننصحهم يكملوا التكنيسيان سبيسياليزي. مزيان، هاد الناس هادو يعني من بعد ما يكملوا الدبلوم تاعهم ويكملوا الدراسه ديالهم ويشدوا يعني الشواهد ديالهم، اشنو غادي يديروا واشنو هما الافاق اللي عندهم يعني مقارنه مع الناس اللي دايرين الجامعه. يعني للاشاره، الناس اللي دايرين الجامعه اللي كمل العام الاول فاليدا اس 1 و اس 2، يعني كمل العام الاول نجح فيهم كاملين، كيتسمى عنده باك بلس 1 زائد ديبلوم اللي دير وخداه. الى كمل عاوتاني اس 2 اس 3 و اس 4، يعني كمل العام الثاني فاليدا كامل، كيتسمى عنده الدوك، عنده باك بلس 2. والناس اللي عندهم اجازه يعني كملوا 3 سنين كامله فاليداوها، كيتسمى عندهم باك بلس 3. هادشي علاش كنقولوا، لانه بالنسبه لسوق الشغل كاين شي حاجه اللي عندها علاقه بالوظيفه العموميه، وكاين اللي عنده شبه الوظيفه العموميه، وكاينه الوظيفه في القطاع الخاص. اش كيعنيو هنا؟ يعني كاين المؤسسات تاع الدوله، وكاين مؤسسات يعني سومي بيبليك، يعني النص تاع الدوله والنص داخله فيها الخواص، وكاينه شي حاجه خاصه. هنا بالنسبه للبيبليك والسومي بيبليك كيطلبوا يعني واحد البروفيل، يعني مثلا غادي يخصهم مثلا 30 محاسب او 15 اسيستون ديريكسيون، ولا يعني اشنو خصهم، كيكتبوا لك مثلا شنو خصكم اشنو خصهم، وكيديروا يعني البروفيل. اشنو كيف هذا البروفيل؟ مثلا كيقول لك ديبلوم جيستيون زونتربريز زائد باك بلس 2، يعني اللي عنده باك بلس 2 عنده ديبلوم في لا جيستيون زونتربريز هو اللي ممكن انه يدفع للكونكور، يعني كتدفع لهم كيعيطوا لك دوز الكونكور، دوز الامتحان، من بعد كيختاروا دوك الناشئين. هنا ميساج راه واصل، امور راها باينه. مزيان، ارى دابا دوك الناس اللي قلت لكم اللي ما دايرينش الجامعه فقط عندهم ديبلوم، هنا كيكونوا بعض لي كونكور اللي فقط كيطلبوا من البكالوريا وكيطلبوا هاد لي ديبلوم تاع لو في بي تي، سواء القطاع العام او شبه العام. ولكن بالنسبه لهاد لي كونكور كيكونوا قلال، يعني بالاغلبيه اللي كنشوف انا كيطلبوا فقط باك بلس 2 باك بلس 3. مزيان، دونك هنا هاد الناس شنو غادي يديروا؟ عندك جوج حلول. الناس كنهضر مازال على الناس اللي ما دافعينش للجامعه، عندك يا اما غادي دير باك ليبر وتشدو تدفع للجامعه وتزيد مازال تكمل قرايتك، هذا الا كنتي صغير، تهضر على الناس عندهم 20 عام 16 عام 21 22 كاع ماشي مشكل، يلا بيجي هذيك 26 27. مزيان، الناس اللي باغين فقط يخدموا راه ممكن انك تدفع يعني الخواص. الفرق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وشي بالعام هو انه القطاع العام وشي بالعام كيعيطوا لي كونكور، يعني اللي عنده هذا الدبلوم هذا وعنده هذا باك بلس 2 ولا باك بلس 3 ولا سمنو، كيجي يحضر باش يدوز واحد الامتحان، من بعد كيدير الانتقال. مزيان، اما الناس اللي بيدفعوا الخواص راه ما كيكون لا امتحان لا والو، فقط كتحط السي في ديالك، كتشوف شي واحد طالبين هذا البوست ولا هذا البوست، كتدفع السي في ديالك، من بعد هما كيعيطوا لك، كيديروا معاك اونتروتيان، يعني واحد حوار، شنو النيفو ديالك، هضرني على راسك، واش خدمتي في هادي، واش درتي هادي. المهم هنا امور باينه، من بعد هما كيختاروا. بالنسبه يعني الامور اللي خصنا نعرفوا واحده اخرى هو الاكسبيريونس. بالنسبه للاكسبيريونس
هذا الفيديو اللي تابع هذا غادي نهضروا عليه اون ديتاي، لانه هادشي كلشي خاصكم تكونوا عارفينه، خاصكم تعرفوا وديروا في راسكم باش تكونوا معولين ليه، ماشي تكملوا من بعد تبقاو تسمعوا الهضره. لا راه خصك هاد لي ليكسبيريونس، لا راه خصك هادي لهادي ما قادر لك والو، باش نتبعوا حاجه بحاجه. يلا تبعوا الفيديو الثاني غتلقاو فيه الموضوع تاع ليكسبيريونس. تحياتي لكم.